كل واحد فينا في مكان قافل عليه باب بيخف يوم يفتح تاني أسرار بنداري عنها عنينا وكل واحد لأسباب ويقول يا ريت لو تنساني هروب في هروب ونهار وبعد غروب ماشية الحياة ولا يوم بيشبه للي فاتوا عذاب عذاب ولا يوم عملنا حساب إن اللي بيسكت يوم ما بينفع في اختبار مش كل شيء طعم حلم ما فيش في نهايته مرار ولا كل حاجة تبان من الأول إنها سوء اختيار لازم نفكر ألف مرة احنا عايشين في انا عايزك تطمن يا عشان انا اعرف مدير الفندق كويس ان شاء الله هجيبه اخليه المفروض اتنين متجوزين وزيكم كده في اول حياتهم يعني تبقي قلقانه عليه وتقولي له رحت فين يا حبيبي جيت منين يا حبيبي ما تاخرش عليا يا حبيبي وحضرتك تعرفي هو فين وقد قررنا نحن اخلاء سبيل المتهم من سرايا النيابه بضمان محل اقامته بقولك في واحد اتكلم على تليفون طنط من تليفون ارو قال ان هي عملت حادثه وماتت انا لو اروح حصل لها حاجه مش هسامح نفسي بس انا متعودتش اسيب حقي خلاص بقى كبر دماغك انت كبير بقاء لله وانت تبقى انا كمان بحب قوي النسكافيه بالبن مدام أرون كانت حامل في شهرين وبسبب الحادثه حصل نزيف افقدها الجنين حامل انت مالك بقى ومال القصه دي يعني انت مالك دي وبعدين انت مالك مهتم بفاطمه قوي كده ليه في ايه مالك وانت فعلا بتحبيني وعايزاني اتجوز وانت يا سماح بتروحي عند ماما ليه؟ ها؟ سامحيني يا أرو سامحيني يا حبيبتي صدقيني أنا عمري ما خنتك أوعدك إن أنا هكونك أحسن زوج في الدنيا هعملك أي حاجة عشان أساعدك بس انتي قوميلي بالسلامة أنا
والله اصلا ما كنت هسافر السفريه دي. بالعكس كنت عايز اخدك واسافر عشان نبقى مع بعض ونقرب لبعض اكتر. انا اسف، انا السبب في موت ابننا، بس انا عارف ان ربنا هيعوضنا، اكيد مش هيسيبنا. وانا كنت عامل رد علي، رد علي اني كنت عامل. شوف الرخص. انزلي من العربية عشان افتشها. يا رخص فيها حاجة ولا؟ إجراءات أمن بسيطة. اتفضل يا بيه انزل. أيوه حضرتك معاك إذن تفتيش؟ إذن تفتيش؟ آه. انزل يا برنس، انزل لي. فتش لي العربية. باشا معلك لقيت دول في العربية. لقيت دول؟ ايه ده بقى ان شاء الله؟ بودرة؟ شفت بقى يا عم ايهاب اللي حصل لاخوك؟ بصراحة قفش سيس قوي. اضحك يا اخويا. هقول لك بس انت اتصرفت صح. كويس قوي انك بعدت نور عن الاحداث الفتره اللي جايه دي كلها. انت مش ناقص مشاكل وحوارات، كفايه اللي حصل الفتره اللي فاتت. طبعا يا معلم انا مش ناقص وجع دماغ، اقسم بالله انا كان عندي مشاكل في الشغل الاسبوع اللي فات فظيعه. مش ممكن بقى يبقى مشاكل في الشغل ومشاكل كمان في البيت؟ طب بذمتك انت الواحد يجيب منين الدماغ ده كله؟ بس الشهاده اللي بنتك طلعت جدعه، واحده غيرها كانت راحت حكت للمدام على كل حاجه. لا اصلا انا ورانا بنتي اصحاب، مش زي اي علاقه طب ببنته كده. لا لو بنت تانية كان زمانها طارت على امها، حكت لها على كل حاجه وكان زمان البيت ولع نار. بس خلي بالك هي كده وجهت لك انذار شديد اللهجه. القصه دي لو اتكررت تاني هتجري تحكي كل حاجه للمدام، ساعتها هيبقى عندها العيب وازح صراحه. اكيد معاك حق والله فعلا. ها قول لي بقى يا معلم، انت ناوي تخطب البنت اللي كانت معانا في الغردقه دي؟ بنت مين؟ يارا؟ اه لا يا عم انا مش بتاع خطوبه وجواز والكلام ده. انا احب اغير كده في البنات، زي موضوع العربيات كده، مرة ألماني مرة أمريكاني مرة ياباني كده يعني، لكن أثبت على حاجة واحدة أزهق. أصل أنا كنت ملاحظ يعني إن هي الوحيدة اللي في الرحلة كانت مركزة معاك قوي، واضح كده إن هي كانت متعشمة فيك بزيادة يعني. يا عم متتعشم، عم عشم مات الله يرحمه. لا مؤاخذة يا طارق استنى. اتفضل. أيوة فرغلي، إيه الأخبار؟ تمام 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 قوي، حلو قوي. اسمع بقى،
أنا عايز الواد ده يتروق في الحجز، يتروق قوي. سلام يا جامد. يعني معاك بودرة وسلاح وفلوس، ده اتجار بقى مش تعاطي. سعادتك انا اسمي حازم مندي، صاحب شركة بلانت تولز السياحة. السلاح ده مترخص، الفلوس دي فلوس شغل، اما بقى المخدرات دي انا معرفش عنها. وايه اللي يخلي واحد محترم زيك كده يتاجر في المخدرات؟ برضو فندم انا شركتي بتكسب ملايين، مش محتاجة تاجر في الزفت ده. طب انت عندك سواق خصوصي بيسوق لك العربية؟ اكيد عندنا سواقين كتير، بس انا مفيش حد بيسوق عربية. تفسر لي بايه وجود المخدرات دي في عربيتك؟ معرفش يا فندم، لو اعرف كنت قلت لك. طب عندك اعداء ممكن تتهمهم؟ اكيد اي حد ناجح عنده اعداء، بس انا معرفش اقول مين ولا اعرف اختار حد بعينه. انت ليه مش عايز تساعد نفسك يا فندم؟ انا قلت لك اللي عندي، ما عنديش حاجه تانية اقولها. يعني مصر على الانكار؟ هو انا اما اعترف باللي حضرتك عايزه، اما بقى مجرم ولا ايه بالظبط؟ خلاص ما تزعلش روحك يا حازم بيه، احنا نحولك بكره على النيابه ونشوف بقى حكايتك ايه بالظبط. طب بعد اذنك عايز اعمل تليفون. مساء الخير. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك يا ماما، ازيك يا هانيا؟ الحمد لله. اخبار الرحله ايه؟ الحمد لله. معلش عن اذنكم لازم اطلع عشان تعبانه من السفر. اختك مالها يا هانيا؟ مش عارفه يا ماما، انا هطلع اشوف مالها عشان باين ان في حاجه حصلت ضايقتها. ربنا يخلوك يا ولادي ويبعد عنكم ولاد الحرام، ويهديك يا ريم بحق جاه النبي واهل بيته. دي يا فندم رخصه السلاح اللي لقوها. بعد اذن حضرتك يا فندم، يعني احنا عيله كبيره ومحترمه، وانا اخويا كانوا متربيين واولاد ناس. انا شايف ان القضيه دي حد ملفقها لاخويا. حازم اخويا ملوش في المخدرات ولا في الحاجات دي خالص. للاسف يا باشمهندس، وضع اخوك سيء جدا في القضيه دي، خصوصا ان اتقبض عليه بعد اخباريه كانت متقدمه ضده، والكمين اللي اتقبض عليه فيه كان معمول مخصوص علشانه، وده معناه انه اتقبض عليه كتاجر مخدرات. واضح جدا ان في حد بيكره اخوك قوي، او عايز مثلا يزيحه من طريقه. طب حضرتك كلامك زي اللي انا بقوله بالظبط، يعني ده بيأكد ان اخويا بريء وحد ملفق له القضيه دي. يا باشمهندس، النيابه ما بتاخدش غير بالادله والبراهين، ودي حاله تلبس. ما تقول له حاجه يا رياض بيه. بص يا يوسف، الحقيقه انا محتاج وقت ادرس فيه القضيه واشوف ملابساتها وادور على مفتاح يوصلني لاي ثغره يثبت ان القضيه دي ملفقه. يا رياض بيه، بس حضرتك عارف ان حازم ملوش اعداء، واكيد في شخص عايز يضيع مستقبل اخويا. اهو لو عرفت بقى مين الشخص ده يبقى حالته نص المشكله، ولا ايه يا متر؟ ان شاء الله هنلاقيه. خير خير يا يوسف. مساء الخير يا زميلي. يلا من هناك. انت مالك وشك غامق كده ليه؟ هو انت جاي في ايه يا شقيق؟ طب قول عشان انا مش فاهمك. كله بيقول البقين دول بريء ومش بريء، وفي الآخر تطلع ابن كار قديم. تازي مالك حماية قوي كده ليه يا عم؟ ما تزقش. ما تجيب سيجارة يالا. ما قلنا معيش. هات يد سيجارة من اللي انت مكمرهم في الشراب. يا عم ما قلنا معيش. لا ده انت عايز تتقدم بقى. واحد خزاك هو اللي يقدمني. فيخة ايه يا دكتور؟ بس يا عم بس يا عم بس انت ارجع كده يا يلا من هنا. ايه في كل واحد قبل مكانه؟ اقعد يا عم على جنب كده. اقعد يا باشا.
حاسين ان انت بتعمله ده مش هيفيد بحاجه. البوكا ده مش هيرجع امك. انت عارف ان امك ممكن تتعذب بسبب فلوسك الحرام دي اللي عايز تصوم العمر كله عشان ترجعها؟ انت السبب في موتها، عالجتها بفلوس حرام ربنا مش مبارك فيها. ايه اللي انت بتقوله ده يا سي؟ وبعدين ولا تزر وزارة وزر اخر، يعني اللي هيتحاسب اكيد انا مش هي. وبعدين الفلوس اللي انت بتقول عليها حرام دي، دي فلوسنا احنا، دي حقنا. عارف يا ياسين الفرق اللي بيني وبينك ايه؟ ان انت انسان سلبي، شايف الناس التانية قاعدة بتتمتع بفلوسنا وساكت، انما انا مستحيل. وانت ان شاء الله عايزنا اشترك معاك في عمليات النصب اللي انت عمال تعملها يمين وشمال، عامل زي المجرمين اللي متربيين في الشوارع؟ في الاخر عايزنا ننصب على مين؟ على الناس اللي احنا بنشتغل معاهم؟ اللي بنقبض مرتبنا من شركتهم؟ شركة ايه؟ مدفوع يا ياسين، الشركة اللي انت بتتكلم عليها دي اصلا الشركة بتاعتنا احنا، والفلوس اللي انا بحاول ارجعها دي ده الميراث بتاعنا. فوق؟ لا فوق انت من الوهم اللي انت عايش فيه، وفوق من الشيطان اللي مسيطر على دماغك وافكارك ومصور لك ان دي حقوقنا. انت لازم ترضى بالامر الواقع. وانا ارضى بالامر الواقع ليه؟ وليه افضل ضعيف؟ بقول لك ايه؟ انا خلاص قررت ابيع الجزء الباقي من الارض وارجع فلوس حازم اللي انت نصبت عليه بيها. يمكن اطهر الفلوس اللي امي اتعالجت بيها، خليها تنام بقى مرتاحه في تربتها. وانا كمان رايح ضميري عشان متسطر على مجرم وخايف ابلغ عنه، عشان المجرم ده يبقى اخويا. لا ده انت اتجننت رسمي بقى. هي حصلت بتقل ادبك عليا؟ يعني انت عايزني اعمل لك ايه؟ انت خلاص هتقضي على شويه الصبر اللي فاضلين لي. ليه؟ ناوي تعمل ايه تاني معايا؟ بقول لك يا ياسين، انا اعمل اي حاجه علشان ارجع حقي، ان شاء الله حتى لو ضحيت بيك انت شخصيا، فاهم؟ معلش يا حبيبتي، انا اليومين دول عندي ظروف صعبه قوي، مش عارف اللي بيحصل لي انا وعيلتي. والله ياسمين مش فاهم اي حاجه، بلاوي عماله تتحدف علينا كل يوم. ادعيلي انتي بس. حاضر، اليومين دول يعدوا وانا هكلمك اشوفك فين واجيلك على طول. انتي كمان وحشاني قوي، ويوسف وحشني كمان، عشان خاطر ابو صغيري يسلم عليه لغايه ما اشوفه. خلي بالك من نفسك. مع السلامه يا حبيبي. سلام. يا ابني بطل عط، ربنا يهديك، ما تتجوز بقى، ما احنا كنا كده زيك وربنا هدانا. انا بذمتك يا رب ايه ده؟ يعني مع البلاوي اللي بتحصل للعيله بتاعتي عايز نزودهم ببلوى واروح اتجوز كمان، وبعدين الاقي مراتي تاني يوم مذبوحه؟ يا باي ايه اللي انت بتقوله ده؟ خلاص انا اسف، ما تتجوز، انت حر. الموضوع مش موضوع جواز، موضوع ان احنا مستوى المصائب اللي بيحصل لنا، الابديت بتاعه اللي جاي بقى، حد فينا هيتذبح، حد فينا هيتقتل، ده الطبيعي يعني. بس قول لي بقى، بالنسبه ان ربنا هدانا دي، ايوه بص قدامك، بص قدامك. انا باصص، انا عايز استفيد بس. بص قدامك. حاضر حاضر. يلا تخيلي هاني قال لي اقطع علاقتي بيه تماما. امال كنت منتظره ايه من واحد اتسبب ان مراته تعمل حادثه وان هي يروح منها ابنها اللي كان يتحمل فيه؟ امر طبيعي ان هو يحس بالذنب. وبعدين انت لازم كنت تبقي متوقعه حاجه زي دي، او على الاقل تتفادي الكلام معاه اليومين دول. طب وانا ذنبي ايه؟ ذنبك ايه ازاي يا ريم؟ ذنبك ان انتي السبب طبعا. ما هو لو مراته ما كانتش شافته معاكي اليوم ده، ما كانتش عملت الحادثه دي. وبعدين هي اكيد كانت ماشيه بالعربيه ومش شايفه قدامها من الصدمه، وبالتالي اكيد ما كانش حصل موضوع الاجهاض ده، صح ولا لا؟ ده قدرها، ربنا كاتبه لها. وبعدين دلوقتي انا متلخبطه ومش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. طب بقول لك ايه؟ ما تطلبي ينقلوكي لفرع الشركه التاني. بس انا مش عايزه ابعد عن اشرف، او عشان ما اكدبش عليكي مش قادره ابعد عن اشرف. طيب يبقى على الاقل تاخدي اجازه شويه لحد ما الدنيا تهدى. وانا رايي بصراحه ان انت تنسي موضوع اشرف ده وتيجي على نفسك شويه يا ريم، وخصوصا ان انت تعمقتي في العلاقه دي من غير ما تفكري في ابعادها ولا عواقبها، وخصوصا ان هو يعني راجل متجوز. بس ما بيحبش مراته. لو ما كانش بيحب مراته ما كانش اتاثر باللي حصل. Thank you.
يحصل لنا ده يا فريد. أنا حاسة إن ده عقاب ربنا، يمكن عشان ظلمك لأهل جوزك. كل ده بيحصل لك وبيحصل لولادك، بس أنا ما خدتش حق حد. أيوة الورث ده كان من حقي أنا، ولو كان هما اللي خدوه كان زمانهم ضيعوه. أنا اللي اشتغلت وكبرت الشركة وكمان شغلتهم معي، أعمل إيه تاني؟ عز يوسف، عملت في الموضوع قلتلك عليه؟ موضوع بتاع كامل نص ديني ده؟ نبع عواطس ابني في حالة مش فاهمة. ألو، أنا فاطمة. تمام، أنا رايح لحازم في الطريق. إيه ده؟ وأنت ما تعرفيش اللي حصل له؟ حازم مقبوض عليه؟ أيوة، اتمسك في كمين ومعاه بودرة. أنت ليه ما قلتليش إن حازم اتقبض عليه؟ إيه ده، أنت عرفت إزاي؟ جوزي بقى مقبوض عليه وأنا آخر من يعلم. يا بنتي مروحك ليه مش هيفيد؟ أساساً مش هتعرفي تشوفيه. ليه بقى إن شاء الله؟ فاطمة الموضوع كبير، أنت عارفة عن إيه قضية مخدرات؟ استحفالي أول النهارده. ده جبته منين يا ابو؟ خير يا جماعة، ايه اللي حصل؟ اخبار مكافحه المخدرات ايه يا وليد؟ مبسوط هناك؟ كالعاده يا فندم، شغل ليل ونهار والبلد كلها بقت مساطيل ساعات. ما انا قلت لك خليك معايا هنا يا فندم. اي موقع حضرتك تكون فيه يشرفني العمل فيه يعني. الله يخليك يا حبيبي. قول لي بقى، ايه الحكايه اللي انت عايزني عشانها؟ الفتره الاخيره دي يا فندم كنا بنترصد لشبكه مخدرات كبيره جدا. الزعيم بتاعها واحد لبناني اسمه عدنان، هو اليومين دول في مصر. احنا قبضنا امبارح على واحد صاحب شركة سياحة كبيرة ليه علاقة بعدنان ده. جبايا وليد، ايه علاقتي بالموضوع ده؟ اسف يا فندم، بس
ابن صديق عزيز لحضرتك رجله جايه في الموضوع. ده مين ده؟ ابن رياض الفوي. عمرو؟ تفتكر اللي اسمها ملك دي هتطلع كويسه فعلا وتساعدك وتقف جنبك؟ والله يا ماما حسيت كده بس الله اعلم. على فكره هم عندهم ظروف صعبه قوي. مني ظروف؟ ظروف ايه؟ فريده جبالي في المستشفى، واروى كمان عملت حادثه، حتى حازم مقبوض عليه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه البلاوي دي كلها؟ دي العيله دي يا بنتي اتبهدلت. اسمعي يا ايمان، لازم تسالي عليهم. ايه ماما اللي انت بتقوليه ده؟ يا بنتي يا بنتي، احنا في يوم من الايام الناس دي كنا مناسبين، واحنا ناس بنعرف الاصول، واجب برضه انك تسالي عليهم. ما انا بخاف بقى انهم يفهموا غلط. انت بتعاملي ربنا، واللي عايز يفهم صح يفهم، واللي عايز يفهم غلط هو حر يا ستي. قوم هاتي حمزه يلا عشان ياكل. يلا. حاضر. اجازه شهر بحال وريم ليه؟ معلش يا فندم، بس انا عندي ظروف خاصه ومحتاجه جدا الاجازه دي. بس انت عارفه ان المهندس اشرف واخد اجازه شهر عشان ظروف مراته، وانا مش هقدر اوافق على الاجازه دي. معلش يا فندم، بس انا حقيقي محتاجاها. وانا مش هقدر اوافق على طلبك اكتر من اسبوعين عشان حاجه العمل لا تسمح. ايوه يا ست سهيله، ايوه. الباشمهندس اشرف رجع ياخد غيارات لمدام اروى، بيقولوا انهم نقلوها مستشفى هنا في القاهره. مدام فريده هي كمان راقده في المستشفى الله يعينها. انا مش عارفه ايه البلاوي اللي بتحصل لهم اليومين دول. حاضر، لو حصل اي مصيبه تاني هبلغك على طول. عناي، مع السلامه. اتفضلي يا استاذه رنا. اهلا اهلا اهلا. ايه المفاجاه الجميله دي؟ ربنا يخليك ليا يا بابا حبيبي. ها قولي بقى يا حبيبتي، دي زياره عاديه ولا لجنه تفتيش؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني انك انت جايه تطمني وتشوفي عملت ايه في موضوع نور. لا ما خلاص، انا عرفت من السكرتيره ان انت مشيتها وجبتها بدلها. بس انت عملت ايه في موضوع نور؟ مشيتها خالص. معقوله يا بابي؟ ليه قطع العيش ده؟ هو حضرتك مش قلت ان مفيش اي حاجه بينك وبينها؟ والله انا عملت كده ومشيتها يعني درءا للشبهات، مش كده احسن؟ لا يا بابي مش احسن، كنت وديها اي مكان تاني بعيد عنك. يا حبيبتي كانت هتفضل برضو موجوده جنبي في الشركه. الله، وبعدين بنتي حبيبتي يعني ذكيه، ما كانش اخيل عليها الكلام ده. المفروض بقى دلوقتي ان انا وثقت فيك. طب بالعكس بقى، انا شكيت فيك اكتر من الاول. مش ملاحظه ان احنا اتجرأنا على بابا في الكلام قوي يا رنا؟ معقوله بنتي حبيبتي تشك فيا؟ ويعني يا بابي بصراحة كده، يعني الموضوع لو ما يهمكش هتهتمي بيه للدرجات دي؟ لدرجة انك ترفضها؟ حيرتيني معاك يا رنا، انا بصراحة مش عارف ارضيك ازاي. ترضيني انا؟ طبعا، امال ارضي نفسي؟ هلا، هو انا كنت بمشي نور ليه؟ وعشان خاطرك انت، امال عشان خاطر مين؟ طب ايه رأيك بقى يا بابي حبيبي ان انت تاخد مامي وتسافر في اي مكان بعيد كده؟ يعني عشان تقربوا من بعض شوية. طالما بتقولي كده يبقى انت لسه شاكة في الموضوع. على العموم نسير الايام تثبت لك انك انت كنت غلطانه. نرجع مرجوعنا تاني بقى يا ست رنا، ها ايه سبب الزياره دي؟ بصراحه يا بابي انا عندي في الجامعه مسافرين هولندا اخر الشهر وعايز اسافر معاهم. وتسافري كده لوحدك؟ لوحدي؟ لوحدي ايه يا بابي؟ هيكون معايا صحابي. ما هو معنى انك انت معاكي صحابك انك انت مسافره لوحدك. صحابك دول يا حبيبتي ما يتحسبوش، ما يعتمدش عليهم. الله، لما تكوني مسافره سفريه زي دي لازم يكون حد مننا معاكي، يا اما انا يا اما ماما. يا بابي هو انت ليه دايما كده محسسني ان انا عيله صغيره؟ كاني لسه في المدرسه. يا حبيبتي انت هتفضلي طول عمرك في نظري طفله صغيره. طيب يا بابا، بس عشان خاطر انا نفسي اسافر معاهم وحياتي يا بابا عشان خاطر. نفسك قوي يعني؟ قوي. خلاص. اوعدك اني هفكر في الموضوع. لسه هتفكر؟ هذا وقد أمرنا بحبس المتهم حازم فؤاد هنداوي 4 أيام على ذمة التحقيق وإرسال عينة من الحرس إلى المعمل الجنائي. ألف ألف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. ميرسي يا طنط، الله يسلمك. مش ده
بتاخدي بالك من نفسك يا أروى؟ ولا انت عشان واخده بقى تطيري في الجو فاكره نفسك هتطيري على الارض؟ لا يا حبيبتي، اللي قبلنا قالوا في التأني السلامه وفي العجله الندامه، بنت لسه حلوه وصغيره ولازم تعيشي حياتك. ولا انت زهقتي بقى؟ يا طنط ده قدر ربنا، بعدين انا غصب عني. طب طمنيني يا حبيبتي، دكاتره قالوا ايه؟ الحمد لله احسن بكتير. والله ما انا عارفه ايه اللي بيحصل لكم الايام دي، حاجه تقهر. انتي في الحاله دي وفريده وبعدين حازم. ماما ايه اللي حصل لماما وحازم؟ حصل له ايه؟ بليز يا طنط انطقي قولي لي، انا مش عارفه حاجه. ونعيش والذكرى فينا وفي جرح طول العمر، وفي أغلب الأوقات نسأل وما بنعرفش ليه سيبنا من إيدينا الحب دي ويمر. في كتير من الحكايات الحب ما بيكملش، ونعيش والذكرى فينا وفي جرح طول العمر، وفي أغلب الأوقات نسأل وما بنعرفش ليه سيبنا من ايدينا الحب يضيع ويعرف. ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات، وهي هي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات، إن قدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات. ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات، وهي هي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات، إن قدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات. كانش نفسه يفضل قدام عينيه، مين فينا حبه ضاعش مش ندمان عليه، مين فينا ما كانش نفسه يفضل قدام عينيه. ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات، وهي هي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات، إن قدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات. ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات، وهي هي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات، إن قدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات.